بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم محاضرتنا من الشابتر الأول Atomic Structure for Matter. المحاضرة الثانية هي Energy Levels، مستويات الطاقة. Energy Levels راح ناخذ اثنين من مستويات الطاقة، هي Primary Energy Levels، المستوى الطاقي الرئيسي، والسكندري انرجي ليفلز، مستويات الطاقة الثانوية. قبل البدء بعرض مستويات الطاقة راح نتذكر بعض الأشياء اللي أخذناها بالمحاضرة الأولى، وهي أن الإلكترون يدور حول النواة في أوربيتالات مختلفة الطاقات. بما أنه الأوربيتالات مختلفة الطاقات هي إذن مختلفة المسافات. المسافات يعني المقصود بها البعد عن النواة. الإلكترونات التي تمتلك small energy، طاقة قليلة، تدور بالقرب من النواة. كلما زادت طاقة الإلكترون راح يختار المدار الأبعد عن النواة. عندي مصطلح هو السكندري كوانتم نمبر، عدد الكم الثانوي. عدد الكم الثانوي ما هو؟ هو وصف للأوربيتال الذي يحتوي الإلكترون. عدد الكم الثانوي هو عبارة عن مستويات الطاقة الثانوية. أولاً Primary Energy Levels، وما يرمز له بأن صغير، هو مستوى الطاقة الرئيسي. الاسم آخر يسموه Principal Quantum Number، أي عدد الكم الرئيسي. ما هي N؟ N هي عبارة Number of Shell، يعني رقم الغلاف. إذن بما أنه هو رقم لغلاف ذري، فإذن هو يبدأ من 1 إلى 7. يجب أن يكون N رقم positive value، موجب. N لا تساوي للصفر، لأن ما عندي غلاف رقم صفر. فإذن primary energy level يبدأ من 1 وينتهي بالـ7. لو نلاحظ هنا المخطط، عندما تكون N تساوي 1 يسمى الغلاف الأول، وعدد الكم له يساوي 1 الـ Principal Quantum Number، ويرمز له بحرف K كبير، وهو الأقرب إلى النواة. لو نلاحظ هنا المخطط، النواة وهذه مجموعة من الأغلفة التي تحتوي الإلكترونات. فعندما N تساوي 1، رمز الغلاف يرمز له بكي، حرف كبير. أما عندما تكون N مساوية للاثنين، 2، N تساوي 2، فالغلاف يرمز له بحرف L كبير. وعندما تكون N تساوي 3، فهو M N O P Q بالأحرف الكبيرة، هذا رمز الغلاف. وهنا الأرقام تمثل رقم الغلاف، والتي هي مساوية للـ Principal Quantum Number. لو نلاحظ هنا ملاحظة في هذا مخطط الطاقي، إن الطاقة تزداد من N تساوي 1 إلى N تساوي 7. فN تساوي 7 أكثر طاقة من N تساوي 1 أو 2 أو 3، وهكذا. ملاحظة أخرى من المخطط أقدر أستنتجه، إنه المسافة بين N تساوي 1 إلى 2 كبيرة، لـ3 أصغر، لـ4 تصغر، وللمستويات العليا تكون أصغر. يعني يدل أنه إذا الإلكترون أراد الانتقال من المستوى الأول إلى الثاني عليه أن يكتسب طاقة كبيرة، الثالث
أقل، الرابع أقل، وهكذا تتقارب الأغلفة عند المستويات الأبعد. كلما ابتعدنا بالأغلفة تتقارب أكثر وتتداخل فيما بينها. كل ما يتعلق بالبرايمري إنيرجي ليفلز والذي يساوي N. نأتي الآن إلى سكندري إنيرجي ليفلز، مستويات الطاقة الثانوية، لها اسم آخر هي secondary quantum number، الرقم الزخم الثانوي. بعد المن تشير؟ تشير إلى subshell للأغلفة الثانوية. ما هي الأغلفة الثانوية الموجودة في الذرات؟ هي غلاف S P D F. subshell الأغلفة الثانوية هنا أربعة S P D F، ونكتبها بالحرف السمول لتر. هذه السبشيل تختلف اختلافها بالشيب and number of electron، تختلف في الأشكال وكذلك تختلف في عدد الإلكترونات التي تستوعبها كل سبشيل. فمثلا نأخذ الـ S subshell S، يكون شكله كروي كما نلاحظ في هذا الشكل. S يكون كروي، ممكن S يحتوي إلكترون واحد وممكن يحتوي إلكترونين، أكثر من إلكترونين لا يستوعب الـ subshell S. لو نلاحظ الـ orbital P أو subshell P يحتوي ثلاثة أوربيتالات اللي هي بي، طبعاً الأوربيتال بي ثلاث أوربيتال، كل أوربيتال يتكون من فصين متكافئين، كل أوربيتال يحتوي فصين وموزعة في الفراغ بهذا الشكل على المحاور الرئيسية اللي هن X Y Z. فبي اكس اوربيتال على المحور اكس عبارة عن فصين متناظرين ومتماثلين، بي واي اوربيتال على المحور واي، بي زد اوربيتال على المحور زد. مطلوب مني احفظ رسم الاوربيتال بي والاوربيتال اس، لكن أنا وضعت لكم الأوربيتال D و F للمطالعة، مجرد نطلع على أشكالهن شلون يكونن بالطبيعة. الأوربيتال D بخمس أوربيتالات، طبعا هو مو أوربيتال، هو subshell D، الغلاف الثانوي subshell D بخمس أوربيتالات، كل أوربيتال عبارة عن أربعة خصوص كما نلاحظ في هذه الأشكال، وكل فص بين المحاور يأخذ اتجاه معين بين المحاور. لو نلاحظ هنا المخطط أمامنا مقارنة بين السبشيل S باللون الأحمر اللي هو كروي، وB هذا اللي يهمني أحفظ رسمه واتجاهاته بالفراغ، وD اللي هو عبارة عن أربع خصوص في كل أوربيتال، وF يكون أكثر تعقيداً من الأوربيتالات السابقة. إذن نأتي هنا الـ energy levels هي بالذرات سبعة من المستويات الطاقة الرئيسية. المستوى الرئيسي الأقرب للنواة هو K أو M N O P Q السابع. الأقرب للنواة K والQ راح يكون الأبعد عن النواة. عادة الغلاف K اللي هو الـ BN1 يحتوي على subshell واحد 1S. طبعا عندي ملاحظة إنه رقم الغلاف الموجود هنا مساوي لعدد subshellات في داخل الغلاف. فمثلا الغلاف الذي هو الأول أن تساوي واحد يحوي subshell واحد والذي هو S 1S، هذا مقارنة بين البرايمري إنيرجي وبين السكندري إنيرجي ليفل.
الآن عندما تساوي 2 رمزنا لها برمز L كبير، تحتوي sub shell عبارة 2 من هن 2S و 2B. 2S 2B. الS شكله كروي يتشبع بألكترونين، قيمة القصوى إلى ألكترونين. الP شكله عبارة عن ثلاثة أوربيتالات، كل أوربيتال يحوي فصين، وكل أوربيتال ممكن يستوعب ألكترونين، فإذا هو يستوعب 6 ألكترونات. فإذا من 1 إلى 6 ممكن موجود في P. عندما N تساوي 3 فهو الغلاف M، هو الغلاف الثالث، يحتوي على 3S 3P 3D. وعندما N تساوي 4 والذي يسمى N capital راح يكون 4S 4P 4D 4F. ألاحظ ملاحظة أنه السبشيالات لازم أكتبها بسمول لتر. Number of orbitals and electrons in secondary levels. هنا راح يوضح لي بصورة تامة عدد الالكترونات الموجودة في كل subshell وكل orbital. عندي الـ secondary level أو الـ secondary subshell S يحتوي orbital واحد، فقيمة الالكترونات اللي ممكن ياخذها هي الكترونان فقط. أكثر من الكترونين لا يمكن أن يستوعب الأوربيتال S. بالنسبة للأوربيتال P أو عند السكوندري ليفل B اللي هو سبشيل B يحتوي ثلاث أوربيتالات، فإذا هو 6 الكترونات. D 5 أوربيتالات، إذا هو 10 الكترونات. والF يحتوي على 14 الكترون. مو شرط كل الالكترونات موجودة بالأغلفة، وإنما هذا قيمته القصوى اللي يستوعبها الغلاف أو الغلاف الثانوي. في بعض الأحيان الأوربيتال يحتوي ألكترونين، فألكترونين موجودين في أوربيتال واحد، وكلا الألكترونان سالبي الشحنة، فاحتمال هناك تنافر. التنافر احتمال يكون كبير لأن ألكترون سالب الشحنة مع ألكترون آخر سالب الشحنة، لكن داخل الأوربيتالات ما يحدث هذا التنافر. ما هو السبب؟ السبب لو نلاحظ أن الألكترونين في أوربيتال واحد لا يبرمان بنفس الاتجاه، فألكترون يدور، ألكترون يدور باتجاه، لو نلاحظ هذا الرسم، هذا الالكترون الأول يدور باتجاه عقرب الساعة clockwise، والالكترون الثاني يدور باتجاه عكس عقرب الساعة anti clockwise. لذلك فاختلاف البرمين، البرم باتجاه عقرب الساعة والآخر عكس عقرب الساعة، يؤدي إلى إلغاء التنافر بين هذين الألكترونين وتداخل موجاتيهما، لأن هو الألكترون المشحون عندما يدور spin راح ينطيني موجات، فالموجات إذا كانت بنفس الاتجاه كلا الألكترونين باتجاه عقرب الساعة مثلا راح يحدث تنافر. أما إذا واحد من الالكترونين عكس برمه انتي كلوك وايز راح ينطيني تداخل وعدم تنافر بين هذين الالكترونين. وصلنا الان للكويشن. الكويشن اريد حساب للاوربيتالات الموجوده بالفيرست اند ثيرد، بالغلاف الاول والثالث الرئيسي. السؤال الثاني حساب الالكترونات بالغلاف الثاني والثالث الرئيسين. إلى هنا انتهت محاضرتنا، ومع السلامة.